في خبرنا الأخير، أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة يوم أمس مسيرة تحقيق مئوية الإمارات 2071 في ختام أعمال الدورة الأولى للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات. وتهدف مئوية الإمارات إلى إعداد جيل يحمل راية المستقبل ويتمتع بأعلى المستويات العلمية والاحترافية والقيم الأخلاقية والإيجابية، ما يضمن الاستمرارية وتأمين مستقبل سعيد وحياة أفضل للأجيال المقبلة. نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على اليوتيوب. ليصلكم كل جديد قوموا بالضغط على زر الاشتراك أو سبسكرايب. إن أعجبكم ذلك شاركونا بتعليقاتكم، ولا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك.